طب احنا معانا بقى احمد الصاوي في اللايف بتاعنا، لو سمحت ممكن علاج لفراغ في الشعر من الامام في الرأس عند الجبهة لطفلة عندها 12 سنة غير بانتوجار لانه بيزود شعر الجسم كله، هو بيقول يعني طبعا بنوتة صغيرة نعمل لها تركيبات طبيعية، يعني نجيب مجموعة من الزيوت زي زيت الزيتون، زيت اللوز الحلو، زيت السمسم، زيت الجزر، نخلطهم ببعض كويس قوي ونعمل مساج للجلد في المنطقه دي بالليل ونسيبه لتاني يوم الصبح، نغسله مرتين في الاسبوع وتمشي عليه فتره طويله، يعني ان شاء الله يحل المشكله. اوكي طيب زينب محمد، لو سمحت علاج لتنعيم وتطويل الشعر مع توضيح طريقه الاستخدام ويستخدم كام مره في اليوم والمده قد ايه؟ عايز علاج ينعم شعرها بالدعاء. انا والله يا رب ينعم، يا رب ينعم، يا رب ينعم، يا رب بجد. انا طلع لي حبايه صغيره كده افتكرت الدكتوره، يا رب الحبايه يا رب تروح بالدعاء. انما في اسئله ساعات ما لهاش حق اجابه، ما فيش حاجه حاجات في ايد ربنا، يعني تنعم الشعر وتبعد عن كلمات فرد الشعر. هنتكلم في كلمات فرد الشعر، كلمات خطيره جدا مؤذيه للصحه وللشعر، فدي ممنوع استعمالها. يقال ان فيها مواد مسرطنه كمان. ايوه يا فندم، فيها فورمالين. فورمالين ماده مصنفه علميا ان هي ماده مسرطنه. مظبوط. انا بعرف نفسي خطوره، انما ممكن بقى السشوار، بيبي ليس، حاجات زي كده ترجع. بس البيبي ليس مش صح نستخدمها كتير، مش كده؟ لا طبعا، ولا اي حاجه في الدنيا تعملها كتير، ولا اي هيت يعني. دايما الاعتدال كويس.